اهلا بيكم في تيتا مطبخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل اللي عنده الترابيزه دي في البيت واتكسرت زي حالاتي، تعالي النهارده جبت لك الحل اللي هيصلحها باتنين جنيه بس. هنا اللي فيه بقى فيها كده في الرجلين بتاعتها البلاستيكيه دي كده، انا من كتر ما ولادي بيسندوا عليها فطبعا اتكسرت، فكنت ركناها حاولت الزقها بلزق كتير جدا من انواع كتيره ما نفعتش لحد ما جات لي الفكره دي. هنا بشتري من محل ادوات الكهربائيه كليبسات زي دي، الكليبس بجنيه، في منه مقاسات واحجام انت تختاري اصغر مقاس. استعملناه برضو لما صلحنا بيه التربو لو فاكرين، ولو ما شفتش الفيديو ادخلي اتفرجي عليه. هنا بقى بتجيب الكليبس بتاعك، واهم حاجه يكون معدي تحت المسمار اللي مربوط بيه البلاستيكيه دي. الكليبسه دي بقى فيها ناحيه ناعم وناحيه خشن، انا هنا غلطت وقفلت على الناحيه الناعم فما كانش ليها اي لازمه خالص، فهفكها واقلبها على الناحية الخشن. تركيبها سهلة جدا، ما فيهوش اي صعوبة، وبتبتدي بقى تشدي جامد لحد ما الكسر ده يلم على بعضه. زي ما انتم شايفين كده كان معاك كانش فيها اي حاجة خالص، وتقصي. انا كان عندي التلاتة اتجاهات مكسورين، فعملت التلاتة بنفس النظام كده، رجعت سليمة بعد ما كنت فقدت فيها الامل وكنت ركناها. ما كانتش نافعه طبعا، ان كل اللي يجي يسند عليها تروح مفتوحه نصين ملهاش اي لازمه. يا رب يكون الفيديو النهارده فيه افاده ليكم. تنسوش بقى تتابعوني وتدوسوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها والحاجات اللي بنصلحها والريفيوهات اللي على القناه. باي باي.